هاي الطماطه، طماطه هاي عراقيه، هاي العراقيه بربع دينار. ها ليش الطماطه الايرانيه ب 700 دينار؟ هسه الطماطه الايرانيه ب 700 وهاي بربع، ليش يدمرون الفلاح العراقي؟ خضروات وفواكه تنافس المحصول المحلي بعد أن دخل المستورد لينافس تسويق ما تنتجه الزراعة العراقية وبقوة. كساد اقتصادي يعانيه المزارعون وأصحاب مكاتب العلوة هنا، فقد جثمت محاصيلهم المحلية على صدورهم التي تتعرض إلى التلف لعدم مقدرتهم على تسويقها للمستهلك. ورغم استيراد جميع المحاصيل من قبل القطاع الخاص يتم بموجب ترخيص وشروط من الوزارة كما يشير إليه اقتصاديون، إلا أن البعض يتجاوزها في كثير من الأحيان. هسا هذا البصل العراقي ب 300 دينار، يطب ايراني ينباع ب 400 والعراقي يفشل؟ يعني دمره الفلاح العراقي عن بكره تبيه. هاي ب 500 والايرانيه ب 750. هذا البصل ب 300. هاي ب 300 والايرانيه ب 400. طماطه تعرفون موسمها راح ينزل طماطه، المفروض ما تستوردون طماطه ايرانيه. طماطه احنا صندوق ب 5000، انت تجيب طماطه تنزلها عليه حرام عليك. ايران فتحت علينا المعجون، ممنوع تصدر معجون. او هاي طماطه وقفت هسه، الطماطه صندوق 5000، والله على مود ايران صندوق على مود يستورد معجون، واحنا ممنوع المعجون علينا يصدر معجون. وزارة الزراعة في وقت سابق أعلنت عن قائمة لمحاصيل زراعية تمنع من الاستيراد بعد أن اكتفى العراق ذاتيا في إنتاجها، إلا أنها لا تزال تغزو السوق العراقي حتى اليوم، ومزارعون يطالبون بتفعيل دور الجمعيات الفلاحية التعاونية من أجل توحيد تسعيرة المحاصيل المستوردة لوضع حد لجشع التجار. شلون كانت بزمن النظام السابق؟ كانت الجمعيات التعاونيه يجيبون هم المستورد ويوزعون للمكاتب البرادات. وش قد عمولتها؟ كانت 2%. جاي تعرفين شلون؟ هسه ماكو، اخذوها سحبوها من الجمعيه مال التعاوني، ظلت بكيفهم. يجي يطلع بالتلفزيون قرار 24 ماده منعت من المستورد. هاش باع، قال لي له هذا منين اجى؟ شلون طبق؟ اجوا على المكاتب وشافوا المستورد هذا شلون؟ انتم مو مانعينه؟ مو من عدد الدوله ولا لا؟ يطلعون الزراعه وغيرها؟ وهاي شوفوا كله مستورد. لا يزال شبح البصاله يطارد العراقيين، ففلاحون جالسون بلا حول ولا قوه، لا يسعهم مواجهه ضغط المحاصيل المستورده. وكسبة عاطلون عن العمل، يقف الواحد منهم متأملا مصير البضاعة المحلية التي تجلب لهم لقمة العيش اليومية أن استطاعت أن تجد لها سبيلا للمستهلك. ندى المرسومي من بغداد، التغيير.